في يوم كنت قاعد في الشقة لوحدي وقررت ان انا استغل الهدوء ده وادخل اكتب، وانا قاعد وبحاول اعصر دماغي في فكرة حلقة جديدة، فجأة يدخل عليا الأوضة فار كبير ومقلبز وداخل بيتمخطر. سبت مكانه لما شافني، البيت صدم من وجودي، بصلي وكأنه بيقول لي ايه ده؟ انت صاحب البيت؟ ايه اللي جابك هنا؟ طيب سلام سلام سلام، وابتدى يرجع بالراحة بظهره، قال يعني كده مش هاخد بالي. قمت ولسه هجري وراه، كان فص ملح وداب. طبعا فترة طويلة بقى قضيتها انا ومراتي في نكد غزو الفار، مصايد وسم وبكاء وعويل، ولسه لحد دلوقتي ما قبضناش عليه ادعولنا. ظهور الفار عندي في الشقة فكرني بحادثة لطيفة كانت السبب في ولادة مؤسسة من أكبر مؤسسات صناعة الرسوم المتحركة في العالم، المؤسسة اللي غيرت شكل صناعة السينما التجارية في العالم. فالنهاردة هنعرف أصل حكاية فار عم والت. سنة 1901 اتولد والتر إلياس ديزني بإلينوي في أمريكا، كان الابن الرابع في العيلة. كبر والتر في مزرعة العيلة في ميزوري، وهناك ظهر شغفه برسم الحيوانات الصغيرة. لكن للأسف بعد فترة كده الأب صحته تعبت وباع المزرعة والعيلة كلها اتنقلت لكنساس. الأب هناك قرر يشتري خط توزيع جريدة صباحية وما جابش موظفين، قال عيالي هم اللي هيوزعوا الجريدة. والتر يا حبة عيني كان بيصحى الساعة 3:30 صباحا ويمشي في عز التلج علشان يوزع الجريدة. اللي كان بيقوي والتر على الشغلانة دي حاجتين، الأولانية ركن الكاريكاتير اللي في الجريدة، والتانية خوفه من العلقة اللي أبوها يرقعها له لو موزعش الجريدة. والتر قرر انه عايز يبقى رسام رسوم هزليه، ولما العيله اتنقلت لشيكاغو دخل مدرسه ماكنلي واشترك في الجريده المدرسيه، وكان مسؤول عن كل الرسومات اللي كانت موجوده في الجريده. مش كده وبس، كان بيحضر كمان دروس مسائيه في الرسم في معهد شيكاغو للفنون. كان حلمه انه اول ما يتخرج يشتغل كارتونيست في شركه دعايه واعلان او جريده كبيره. لكن للاسف الحرب العالميه الاولى قامت، وولتر شارك فيها كسواق اسعاف تبع الصليب الأحمر، وحلمه اتأخر شوية. بعد الحرب والتر جات له شغلانة في شركة دعاية وإعلان كبيرة، كانت وظيفته هي تحبير الرسومات $50 في الشهر. أهم حاجة في الوظيفة دي إنه قابل أب يوركس صاحب عمره اللي غير حياته. الاتنين كان طموحهم واحد، نفسهم يبقوا رسامين رسومات هزلية. علشان كده قعدوا مع بعض على القهوة، وولتر بص لصاحبه وقال له صاحبي احنا نفتح استوديو نرسم رسومات كرتون ونبيعها لشركات الدعاية. وفعلا اجروا استوديو وجابوا معداتهم وبدأوا شغل على طول، وبعد شهر واحد قفلوا الاستوديو. زي ما بقول لكم كده، محدش اهتم ببوسترات اعلانية برسومات كرتون، محدش اشترى منهم، قفلوا الاستوديو وكمان خسروا وظيفتهم السبت. ما يقسوش، قدموا في شركة تانية، وهناك اشتغلوا على حاجة غيرت حياتهم، الرسوم المتحركة. سحرتهم وقعد الاتنين على نفس القهوة، وولتر قال لصاحبه صاحبي احنا نفتح استوديو تاني، والمرة دي نبيع افلام رسوم متحركة قصيرة للسينمات والبلية تلعب معانا. وفعلا اجروا استوديو تاني وجابوا كاميرا سينما مستعملة وفتحوا الاستوديو وبدأوا شغل. سنة 1922 كان اول انتاجهم سلسلة اسمها Love of Grams، عبارة عن أفلام قصيرة مستوحاة من القصص الخيالية وبتدمج التصوير السينمائي بالرسوم المتحركة. الأفلام كسرت الدنيا وتوزعت في سينمات كتير، خصوصاً لما أنتجوا فيلم من السلسلة دي عن قصة أليس وسموه أليس في بلاد الكرتون، ويقال إن الفيلم ده حقق أرباح وقتها بتقدر $15,000. بعد النجاح العظيم ده بسنة والتر أعلن إفلاسه. والله زي ما بقولك كده، الموزعين نصبوا عليه ما ادلوش فلوس، فبالتالي الشركة ديونها كترت وقفلت، وولتر قرر انه ياخد كاميرته ويطلع على هوليوود. يا عم انا هشتغل مصور سينمائي بلا مشاريع بلا هباب. في هوليوود والتر قابل اخوه روي وقعدوا على قهوة تانية خالص غير القهوة الاولانية، وروي قال لاخوه اخويا احنا نجيب استوديو صغنن كده هنا في هوليوود ونعمل مشاريع على قدنا، انت تركز في الابداع وسيب لنا الحسابات والاداره. وفعلا
اتعملت شركة صغيرة وسموها الإخوة ديزني، وولتر أقنع صاحبه أب إيركس إنه يجي يشتغل معاهم. التلاتة اشتغلوا على شخصية جديدة، أرنب دمه خفيف وذكي وبيعمل مقالب مضحكة وسموه أزود. وسنة 1927 موزع سينمائي كبير تبع استوديوهات يونيفرسال يحب الشخصية ويقرر إنه يوزع أفلامها، واتعملت سلسلة اسمها أزولد الأرنب المحظوظ. اتعملت سلسلة أزولد وكسرت الدنيا، اتوزعت في كل السينمات، وروي قرر تغيير اسم الشركة لشركة وولت ديزني علشان كده الاسم أخف. بعد النجاح ده الموزع قرر إنه عايز يعدل العقد بحيث يبقى عنده نصيب في شركة ديزني نفسها، وطبعاً الشركة التلاتة رفضوا والعقد اتفسخ، وهنا خسروا شخصية أزولد لأن حقوق ملكيتها كانت تبع الموزع. مش كده بس، خسروا كمان الرسامين اللي كانوا شغالين معاهم، كلهم راحوا يشتغلوا عند الموزع. في قمة إحباطهم قعد التلاتة روي وولتر وأب علشان يعملوا جلسة عصف ذهني، يا جماعة لازم نطلع شخصية تسترنا. جربوا كتير ورسموا شخصيات مختلفة، لكن مفيش شخصية فيهم كانت بخف الدم أزولد، لحد ما أب افتكر حاجة وبص لولتر وقال له: فاكر الفار اللي كان بيطلع لك زمان في استوديو لافوجرام؟ وولتر قال له: اه، الفار ده كان دمه خفيف جدا لدرجة ان انت رسمتلي صورة معاه وضحكتني قوي. وهنا الفكرة نورت، احنا هنرسم فار ذكي دمه خفيف بيحب يساعد اصحابه وبيعمل مقالب مضحكة في اعدائه، وهنسمي الفار ده مورتيمور ماوس. لحسن حظنا ان ليليان مرات وولت كانت قاعدة وقالت له: ايه مورتيمور ده؟ ايه الاسم ده؟ في شخصية كرتونية ظريفة يبقى اسمها مورتيمور؟ لا، احنا نسميه ميكي، ميكي ماوس، على اسم الفنان الامريكي الكوميدي المشهور ميكي روني. وفي اليوم ده اتولدت اهم واشهر شخصية رسوم متحركة، ميكي ماوس. اتقدم ميكي في الاول في سلسلة افلام صمتة، لكن النجاح الاكبر كان في فيلم ويلي القارب البخاري اللي كان هايل مش بس على مستوى الرسوم، لا كمان على مستوى المؤثرات الصوتية اللي كانت ثورة تكنولوجية في الوقت ده. ودي كانت قصة اشهر فار ملهم في التاريخ. ادعوا لنا بقى نخلص من اخوه اللي عندي في البيت، احسن تعبت خالص والله. يلا يا شرايس هرايح هنا، انا بقيت بره البيت من امبارح ومش داخل البيت غير لما الفرد هيتحبس. معلش هرايح هنا، هرايح هنا جنب كاميرا نفعت في البرومو. سلام 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 سلام.